مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من المحطه الطرقيه بمدينه تارودانت. كما كتشوفوا معنا على المباشر هذه شابه من ذوي الاحتياجات الخاصه، تفاجانا بالسقوط ديالها وسط المحطه الطرقيه بمدينه تارودانت، وهي في حاله خطيره لا تقوى على الكلام. اقتربنا منها يعني من اجل باش انها ناخذوا منها يعني بعض المعطيات باش نعرفوا مالها، الا انه مع الاسف حسب شهاده بعض المواطنين باش ان الناس يعني تهزها، فهي ساعتان وهي الان طارحه هنا بوسط المحطه الطرقيه. غادي نحاولوا ان نتقربوا من احد يعني الشهود، يعني شنو وقع لهذ السيده سيدي؟ هذه ساعتين جات هي حاول ترفع الصوت ديالك، شنو وقع لها؟ جات كتعرف حتى لهنا وهي طايحه. هي ساعتين هذيك كيدور على صافيت وما كايناش. يعني جاو البوليس شافوها؟ هي راه كيعيط عليها نيت. هي قاعد على صافيت فينا هي. فكما كتشوفوا اخواني الكرام، فلا يعني هي الان يعني الاسعاف يعني وصلت باش انها تهزها الحدود الساعه، يعني كما كتشوفوا اخواني الكرام، فبطبيعه الحال يعني ولله الحمد يعني الوقايه المدنيه لبت النداء من اجل باش انها باش عندك شوف تي في عندك سميتو ديالك؟ ايوا انا صحفي مهني. فكما كتشوفوا اخواني الكرام، فتحيه للرجال الوقايه المدنيه اللي باو يعني النداء من اجل باش انهم يهزوا هذه السيده من وسط المحطه الطرقيه هنا بمدينه تارودانت على المباشر. انتم كتشوفوا يعني ساعتان تقريبا حسب القول بعض ديال الشهود، والسيده طريحه الفراش يعني طريحه ديال الارض هنا في المحطه الطرقيه بمدينة تارودانت. كما كتشوفوا إخواني الكرام، بطبيعة الحال يعني تحية للناس ديال الوقاية المدنية ورجال الأمن اللي قاموا يعني بالإسعاف ديال هذه الشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي تم الآن يعني النقل ديالها صوب مستعجلة المستشفى الإقليمي بتارودانت من أجل أنها تلقى العلاجات الضرورية ديالها. إخواني الكرام،